هلا خيمة انطاحت عمدها والفرح ما كنا هلا شيخ انقصت يدينا. والله انا رايي يا ام سلطان ما تكلميني في الموضوع ولا تجيبين سيره للموضوع هذا قدامه. ليش يعني؟ لانك كل ما انفتح الموضوع عصب وتضايق. الحادثه صار لها كم سنه وسلطان الى هالحين ما تزوج. لو يبغى يتزوج كان تزوج من زمان. والحل يعني؟ هذا حرام اللي قاعد يسويه بنفسه. يا ابو سلطان انا ابغى اطمن عليه وارتاح. يا ام سلطان، سلطان رافض الزواج نهائي. الرجال اتخذ قراره وناوي من بعد ينتظر ذهب الى ان تصحى من الغيبوبه. بالله عليك هذا منطق؟ افرض البنت ما صحت من الغيبوبه، وبعدين هو عنده بنت صغيره تحتاج اللي يرعاها ويساعده في تربيتها. عاد بكيف يسال، سوي اللي تبي، بس ها شوفيني واقول لك ترى النتائج ما هي مضمونه، ولا تزعلين منه إذا عصب وصايع عليك. أبو الشمس أنت هنا؟ أسفين ما كنا نعرف. لا بالعكس، اهلا وسهلا، زارتنا البركه. شلونكم؟ عساكم طيبين ان شاء الله. بخير الحمد لله. جايين نزورون ذهب؟ طبعا جايين نزورها، وعلى فكره حنا دايم نجي، بس انت ما تكون موجود، الظاهر تكون بالشغل، وشكلك الحين متاخر. صحيح. على العموم كثر خيركم وبيض الله وجهكم. انا عموما تاخرت ولازم امشي. لا لا ابدا، اقعد، ترى وجودك ابدا ما يزعجنا. لا لا بعد عشان تاخذوا راحتكم اكثر معها. مشكورين، فمان الله. يلا مع السلامه. يلا تحرك. تصدقين يا نوره، اول ما شفت سلطان ماسك يد ذهب تذكرت ام شويدر. ومين ام شويدر هذه؟ وش يعني مين ام شويدر؟ انت اللي جايبتها تقرا لنا الفنجان. وش ذكرك فيها الحين؟ ما تذكرين لما جت عندنا لما قرأت الفنجان حق ذهب قالت انها يعني زوجها بيمسك يدها وبينطرها تقوم من النوم مدري ايش. خليكي من هالسوالف البايخه الحين، لسه تصدقين النصابه ام شويدر ذي؟ ام شويدر لو فيها خير كانت شافت انها بتدخل للسجن. يلا قومي قومي، خلينا نغير الذهب. قومي 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 قومي. اقوم وش اسوي؟ تعالي ساعديني نغير لها. ساعدك في ايش حبيبتي؟ الممرضات هم اللي يغيرون. لا لا لا، هذه صديقتي وانا اعرف وش تحب، وبعدين ما احب شغل الممرضات. ها ايش رايك بالمكان؟ ايش راي بعد؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني اختيار ممتاز. الارض مساحتها وموقعها ممتاز. مثل ما قلت لك، هالمكان هذا بسويه عمارتين، عماره سكنيه ومكان. ايه كل شيء يصير. طيب قل لي متى تعطيني التصاميم؟ رفق رفق عليك، هاي تصاميم، في اكثر من شغله لازم تنعمل، وبعدين ندخل بموضوع التصاميم هذا. انت ما عليك، انت قل لي وش يلزمك ابشر. يعني لازم اعرف مساحه الارض بالعموم واعرف نوعيتها، وبعد كذا ادخل في موضوع التصاميم. شوف سلطان، الامور هذه انا ما افهمها، انت ابوها وسم. لا تخاف، المشروع هذا خل عليه، انا بشرف لك عليه من الالف للياء. شوف سلطان، هالمشروع هذا اول مشروع لي، ابي ينجح، ابي يصير مشروع مجنون. ابشر ان شاء الله، ان شاء الله بينجح وتمسك مشاريع اكبر واكبر منها. يا رب يا رب. يلا انا تاخرت على البنيه، لازم اجيبها مرضى. طب ايش رايك تجيب شمس وتتغدون عندنا اليوم؟ الله يغنيك، امي مكلمتي من الصبح تبينا نتغدى عنده. ما دام الوالده الوالده ولعت. يلا يلا مشي. يلا توكلنا على الله. Thank you.
العظيم. ايش فيك حبيبتي؟ اشتقت لها يا مضاوي، اشتقت لها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحس إني أختنق من دونها، محتاجة تصبرني وتعقلني يا حبيبتي. الله يشفيها يا رب. يا ربي أنا ماني عارفة شلون صار كل هذا. أنت الله يرحمها وذهب زي ما أنت شايفة. وهذه صديقة عمري، كنا مخططين إنه نكبر سوا ونربي عيالنا ونعلمهم شلون يكونوا أصحاب زينا. والحين أنا وحيدة. يا رب يقومها بالسلامة يا رب. قولي الحمد لله حبيبتي، كاهي ذهب موجودة. إن شاء الله تقوم بالسلامة وتسوون كل شيء كنتوا مقررين تسوونه مع بعض. أنتي بس صلي وادعي لها وإن شاء الله كل شيء يتم على خير. والله إني دائما أدعي لها في كل صلاة أصليها. يا رب تقوم بالسلامة يا رب. لا إن شاء الله الله يوفقها وتقوم لنا بالسلامة وخلاص. خليكي متفائلة، شوفي زوجها سلطان دوما متفائل ومبتسم. سلطان الله يكون بعونه، صدقيني هو يبين إنه متماسك، بس لو فتحتي قلبه من جوا بتلقينه قاعد يبكي. والله إنه بطلة السلطان، مع كل اللي صار له للحين واقف على رجوله. الله يخليهم لبعض. إيه ويحبها كثير. نلعب مع بعض؟ يلا يلا مشينا يا بنتي، يلا يلا نغسل ونروح نلعب. يلا الله يفرحك ان شاء الله. سلطان كل بعد؟ الحمد لله يا امي شبعت. طيب وش رايك اجهز لك من هالاكل تاخذه معك توديه البيت؟ اللي تشوفين يا امي. سلطان امس كلمتني واحده صاحبتي ودلتني على بنيه. لو سمحتي يما ارجوك. وش فيك؟ خلني اكمل. لاني عارف يما وش بتكملين. شفتي البنيه وعجبتك وشعرها طويل وحلوه، ويوم شفتي صورتها دخلت قلبك، صح ولا لا؟ ايوه ورتني صورتها ومره دخلت قلبي. الله يوفقها ويرزقها ويهني اللي بيتزوجها. وليه ما تكون انت اللي يتزوجها؟ يما الزواج بالنسبه لي منتهي. انت امي وحبيبتي وعلى عين والراس ولا بيزعلك، لكن خلاص الموضوع هذا ما عاد يهمني. يا سلطان انا يا يما مقدره موقفك وحاسه فيك. انا كنت اتمنى اني اشوف عيالك والحمد لله الله رزقنا بشمس، بس البنت قاعدة تكبر، محتاجة المرأة تقعد معاها تعلمها وتربيها وتجاوب على أسئلتها. إذا مو علشانك علشانها يا ولدي. شمس عند خالتها نورة، وعلى العموم البركة فيك أنت وجدتها. خالتها نورة ما هي فاضت لها، عندها بيتها وعيالها، وأنا وجدتها ما احنا دايمين. الله يطول بعمركم يما. طيب وانت عشان نفسك تبي تجلس لحالك وانت بعدك بعز شبابك؟ يما انا الحمد لله مو ناقصني شيء. كيف مو ناقصك شيء؟ يما تكفين، يما تكفين خلاص، تركيني في حالي الله يخليك. يا سلطان ما يجوز، الحي ابقى من الميت. يما ذهب عايشة ما ماتت، وممكن تصحى في أي لحظة. وين ما صحت؟ حتى لو قعدت طول عمرها ما صحت. لا تفتحين معي الموضوع. شمس شمس يا شمس. سلطان بتظلم نفسك أنت حر، لكن تظلم بنتك معك حرام. يبا بس خلاص. خير خير مش فيه؟ لا يبا ما في شيء. صاير شيء؟ نبي نمشي. يلا يبا مشينا. لعب مع جدي. تلعبين بيت جدتك؟ فمعنى الله يبا. يا
أكيد فتحتي الموضوع معاه مرة ثانية. أنا كم مرة قلت لك تترك المواضيع هذه علي؟ ولا تحبين تنكدين عليها بس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واصلة يا بنيتي وتبين تخربين؟ شمس أقولك سيدي سلطان، اسمعي يا شمس، العبي باللي تبينه بس لما نخلص بنحط كل حاجة في مكانها، اتفقنا؟ أيوة طيب، يلا يا سلطان تعال نشرب شاي نخليها براحتها. أبو شمس بشرنا بشمورك وأمور شغلك. الحمد لله رب العالمين. الشهر الماضي كان ضعيف شوي بس الشهر هذا أحسن الحمد لله. أنت رجال طيب وتستاهل كل خير يا أبو شمس. أقول يا سلطان، ترى أمك من شوي كلمتني. أيوة، كانت مسكينة مرة متضايقة، تقول إنك خرجت من عندهم زعلان وعصبت وصيحت عليها زعلتها. ليش كذا بس؟ دي تعرفيني زين يا عمتي، أنا ما قلت لها شيء، هي اللي قالت لي كلمة وجرحتني خلتني أطلع من طوري. ترى هي قالت لي كل شيء وهي أبد ما تقصد، ترى هي بس قلقانة عليك. الله يغسل الشيطان. أنت تعرف يا أبو شمس إنك في مقام ولدنا وما نحب لك إلا كل خير، صح؟ صح، الله يسلمك ويخليك يا عمي، إيش كثر أحبكم وأقدركم وعدكم في مقام أهلي. علشان كذا يا أبو شمس أنا بكلمك في موضوع وبيك تسمعني بكل صدر رحم. خير يا عمي. أنت لك 6 سنوات على ذا الحال وحنا دائما نفكر فيك، أنا ومذهب، وتاركينك ولا نتدخل فيك ولا في قراراتك، ونقول هذه قراراتك وحياتك وانت حر فيها، بس يا سلطان احنا مثل اهلك وخايفين عليك. انا الحمد لله انتم كلكم حولي وشمس مالي علي حياتي كلها، وذهب ان شاء الله بتكون بالسلامة ترجع تنور حياتنا. وين ما قامت يا سلطان؟ أقول لك ترانا خايفين عليك وعلى بنتك، وانت يبغالك حرمة تهتم فيك وبشمس وتجيب لك عيال ثانين. وذهب يا عمتي، ذهب بين يدين ربها والله عالم مش مكتوب لها. أدري إن الكلام قاسي يا سلطان والحقيقة مرة، لكن آن الأوان إنك تعيش الواقع وتشوف حياتك وحياة بنتك. يعني أتزوج؟ ترى ما حد يجبرك على الزواج الحين، لكن أقول لك عاد خلي الموضوع في بالك ولا تلغي من راسك، الحياة لازم تستمر واللي حصل تراه قدر ومكتوب يا سلطان.
حبيبي ايش سميتها؟ مثل ما اتفقنا حبيبي شمس. شمس الشموسة الحلوة الأمورة. شموسة اللي جت تنور حياتنا. يا ذهب، ما كنت أبغى فرقك ولا دقيقة واحدة وانت في الحمل، كنت راح أموت من الخوف عليك. بسم الله عليك، أنا لو بيدي ما أتركك ولا دقيقة. أحبك. وأنا أحبك. شوف بس هالوجه الحلو يا ربي. الله، الحين بتنورين حياتي يا أحلى شمس في الدنيا كلها. شموسة حبيبي، بابا سلطان سوالك غرفة مرة حلوة. سيريسلي الحين تكلمون معاها؟ ترى أمي حضرت الغداء وأنا بموت من الجوع، ممكن تأجلي رومانسية دي شوية؟ صح صح صح، الغداء بجيب السيارة وبجيب. يلا شمس نامت؟ راحت في سبع نوم يا عمري. طيب أقول لك، لا صحيها الحين، خلها نايمة، ولا جيت الصبح بتاخدها من عندنا على المدرسة، إيش رأيك؟ بس أخاف يا عم نغلبكم معنا. غلبت إيش بس يا سلطان؟ ترى هذه حبيبة قلبي. يعني ما في مشكلة؟ الله يهديك، بس ترى المشكلة لو أنك تصحي البنت الحين تاخذها البيت، انا اقول خلها نايمه احسن. طيب الصبح ان شاء الله امر عليها عندكم واخذها المدرسه. ان شاء الله. عمتي ممكن اخذ الدفتر هذا حق ذهب؟ اكيد يا سلطان تقدر تاخذه معك، واقول لك في هنا كراريس كثير حق ذهب، كلهم تقدر تاخذهم معك. لا لا لا، بس ما أبي غيرها. خلاص يا ولدي، تأمر أمر. شكرا. سلطان، أنت لازم تتزوج عشان مستقبلك ومستقبل بنتك. أنت وشمس لازم تعيشون حياتكم، لازم تكملون. أيوه سلطان، خير؟ صاير شيء؟ شمس فيها شيء؟ يبارك في عمرك يا بس ها، مالي قايلت لك العبالك، لأن خلاص يكفي اللي عندي. مبروك يا خالة، مبروك. is having VTAC. Help! Activate code blue. Bring the cash card.
I'm clear, everyone's clear. Shock delivered. Excuse me, stay here, the doctor is coming. هاي دكتور، طمني الله يخليك يا دكتور. والله يا سلطان اللي حصل اليوم أشبه في المعجزة. الله اللي راد والعقده قضاها، اللي عقدها لا على الدنيا سلام ولا لباقي العمر زينة الفضاء، ما كنه إلا خيمة انطاحت عمدها، والفرح ما كنه إلا شيخ انقصت يدينه، والعمر قطعت زجاج انكسرت، ولا طال مدها، والعرب في العيد بدموع اليتامى مستهينة، والشوارع لفها ثوب الظلام اللي حجدها، والبيوت أطلال من عقب المحبة والسكينة.